تقدم مستحق للنادي الاهلي على الوداد في شوط اول، كانت السيطره والاستحواذ فيها للنادي الاهلي اغلب فترات الشوط الاول. انقلت الخطوره على المرميين حتى تمكن بيرسي تاو من احراز هدف التقدم في نهايه الشوط الاول. وشوط اول تحيه خاصه لمصطفى شوبير بعد انقاذه هدف مؤكد للوداد البيضاوي من انفراد اكيد هدف بنسبه 99%. كابتن شريف، تقدم وسيطره واستحواذ للنادي الاهلي يستحقها الشوط الاول. اولا نقول مبروك للهدف وفي التايمنج ده اللي جه، وكان من الجميل النادي الاهلي يخش وهو متفوق بهدف وكسبان 1-0 يعني. ده هيديك الشوط الثاني وهيدي الجهاز الفني رؤيه وفكر يقدر يتعامل زي ما بقيه المباراه. ده الهدف ده ليه ايجابيات كتير جدا. طول المباراه اذا كنت انت بتتكلم على سيطره النادي الاهلي والاستحواذ وهم اللي بيتحكموا في كل شيء، انما الاهلي بيبحث عن هويه ازاي يروح يحرز هدف. شكل التحركات بالنسبه لبيرستا وكهربا فيها زي ما تكون تحفظ، يعني قلق من ان انا اضيع كوره، قلق خوف ان انا اخش الحكايه دي من رهبه المباراه، يعني كانت ممكن تخلص بعد 10 دقائق او اي حاجه. انما مع مؤازره الجماهير والتعامل مع فرقه كبيره زي الوداد دي الحقيقه عامله شكل دفاعي قوي جدا، مش فارق معاهم اي حاجه غير ان هم ما يجيش فيهم جوال. ايوه، ومصطفى شوبير انقذ كوره المفروض ما نشوفهاش تاني بنفس الشكل التكوف ده، ويتلعب علينا 1-2 في الهواء. ده 1-2 في الهواء بيودي واحد للجول، ده ما ينفعش ما ينفعش مهما كان، وانت متفوق وانت مستحوذ وانت في الشكل ده مش عارفين يروحوا لك على الارض، فالكره بالعاليه تبقى خطر عليك، ده مرفوض تماما يعني ان هو يكون موجود. ودي كان مروان عطيه وعلي معلول في الناحيه دي لازم برضو نبقى بنفكر ازاي نحافظ على ادائنا والكوره بتاعتنا. طول ما انت بتحافظ على الكوره بتاعتك، طول ما انت هيبقى عندك فرصه انك تجيب جون واثنين وثلاثه، وانت وصلت وكنت بتفكر، يعني اكثر التفكير كان في ازاي اجيب جول او اجيب هدف او اجيب ضربه جزاء. لما فكرنا مره واحده صح في هدوء، تلعب الكره عالميه اللي عملها حسين الشحات والراجل قابلها بكل ارتياحيه في الجول، وكل وقف يتفرج وسقفنا لهم كلهم، عايزين كورتين زي دول وان شاء الله نبارك لبعض بعد المباراه. ان شاء الله باذن الله. كابتن علاء، تقدم منطقي للنادي الاهلي وان قلت الهجمات، ولكن عرضيه رائعه لحسين الشحات ابرز لاعبي الخط الامامي. لو افتكر الكلام بقول لك انا دايما ان حسين الشحات هو دايما اخطر واحد صحيح. لكن انت بدات هايل، رتم عالي جدا جدا جدا، مستحوذ صحيح. الخطوره مش قوي، لكن تحس ان الكره طول ما الكره معاك يا ايمن وفي رجلك وبتنقل صح وبتحرك صح، تاكد ان انت مزبوط. ان شاء الله هجيب جول. الجول الهدف اتاخر قوي لكن هدف مستحق، لان انت ضاغط وانت اللي مستحوذ. الخطوره مش كتير، لكن لما بتسرع اللعب وبتلاقي المساحات صح وبتلعب الكره عكسيه لمشكله دفاع مزبوط. الوداد هم في الاخر اكتشفوا بس ان الوداد عنده مشكله في الكره العكسيه، الكره العرضيه العكسيه يعني التمركز وحش جدا، الناس كلها عينها على الكوره. انت لو شفت الكوره بيرسي هو بيلعبها في واحد صح. واقف بيتفرج عليه، احنا اتكلمنا عليها قبل المباراه، هي دي فاهمني. لكن هو ده، لكن هدف مستحق، مستحوذ كويس جدا، الريتم بتاعك عالي قوي. يمكن جه في الدقيقه 35 ولا حاجه هديت شويه، لكن هدوء مش مقلق. رجعت تاني، ابتديت تشتغل تاني، شغلت على المساحات، شغلت يعني النادي الاهلي لو اشتغل على غلطات الوداد والكور مقطوعه في الوداد كل هجماتك هتبقى خطر، لان هم في الهجمه المنظمه بيقف كويس الا في الكور العكسيه، هم ملوش خطوره خالص، الكوره اتلعبت ومصطفى شبير تعامل معاها ببراعه فعلا. يعني مصطفى النهارده بعد الكوره دي خلاص انا كده اقول لك انت كده عندك حارس مرمى كبير في النادي الاهلي، ما عندكش مشكله خلاص، عندك الشناوي وعلى لطف وعندك شوبير ايهما هيلعب. طبعا الشناوي ده يعني دايما اختارك الاول، لكن وانت بعد كده ما عندكش اي مشكله صحيح. ربنا يكرمه ان شاء الله ويخلص المباراه على خير. لكن انا مش عايز اختبارات تاني لخلص شوبير، يعني كويس جدا الراجل، هايل وبعدين ثقته في نفسه كويسه، ما فيش مشكله خالص، بيتعامل مع براه تعامل هادي، لا لعيب كبير تحس ان عنده خبرات كبيره. كل التحيه لمصطفى وان شاء الله يكمل المباراه على خير. لكن لازم ما ركنش على الجول ده طبعا. الشوط الثاني لازم ضغط كويس قوي على فريق الوداد، دور على الهدف الثاني وفي صحيح. ايدك على فكره، بس صحيح. انت في فرق انك تخرج 1-0 و0-0. 0-0 لو لعبت الشوط الثاني هتدور على الهدف الاول وانت مضغوط، هنا لا، انت عندك هدف الحمد لله تمام قوي، هيبقى عندك شغلتين،
ما تسيبلش هدف ده الاهم بالزبط. الحاجه الثانيه هتدور على الهدف الثاني بهدوء بس انت مش مضغوط الوقت مزبوط. كل التحيه لعيبه النادي الاهلي في الشوط الاول ويا رب ما نقلش عن الاداء ده ان شاء الله علشان ما نقلش عن الاداء ده ونعزز الهدف يا كابتن عادل. ثلاث حاجات يمكن انا كتبتهم بسرعه كده، اللعب على الاطراف ولازم توسع اللعب لان الهدف لو شفته دوانته وراحت على الاطراف وبعدين اتلعبت الناحيه الثانيه عشان هم عندهم حته التغطيه العكسيه سيئه جدا. حتى احنا غلطنا في التغطيه العكسيه من علي معلول الانفراد اللي اتكلمنا على مصطفى وانه يعني صدها ببراعه وعملها كويس قوي، لكن برضو التغطيه العكسيه انت لو عملت اطراف ووسعت الاطراف هتلاقي ان هم عندهم الثبات حلو ولكن اللعب المتحرك هم عندهم مشكله فيه. حاجه تانية حرص مروان وحمدي على الانذار الثاني نبدا نفكر فيه شوية. من الشوط ده حمدي بالذات هم كاشين. انا وجهه نظري ان انا ممكن العب بواحد باتنين والعب بواحد زي قفشه قدامهم برضو يعمل الواجب الدفاعي يتواجد في المكان ولكن انا امسك الكره اكتر لان هتلاقيهم هم متغيرين من الشوط الاولاني للشوط الثاني. التغير ان هم كانوا بيلعبوا الكور الطويله ويبداوا ينقلوا شويه وبعدين يعملوا عكسيه بس هو في الثلاثي الوسط الملعب عندنا عنده سرعه في الريتم شويه فالامور ماشيه. يعني بتكلم على التغير ما هو الامور ماشيه. الهدف بتاعك جه في اخر الشوط الاول ما كانش هيبقى فيه تغير. المدرب استنى بين الشوطين عشان يعمل التعليمات الجديده. هقول لك التعليمات الجديده اهمها ان هو هياخد الكوره وهيعمل مش هيعمل العمق الدفاع الكبير ده قوي. يعني هو مثلا قسم الوقت بتاعه اول ما ينزل اول ربع ساعه هيعمل العمق مش بالطريقه دي بس اكتر شويه يطلع بره هتلاقيه هيجازف شويه في النص ساعه الباقيه. عشان كده بقول لك انا مش محتاج ان انا اعمل الثلاثه دلوقتي لان الثلاثه يبقى فيه هيجولك اللعبه يبقى في وسط الملعب. فانا ممكن عاوز واحد يمتلك الكره زي قفشه ممكن احمد عبد القادر ياخد الكره ويقدر واحد ضد واحد. الشوط الثاني هتلاقي مساحات في الواحد ضد واحد لكن مش هتلاقي مساحات في الكور الطويله. هم بيعملوا العمق وبعدين بيطلعوا على الكوره. الكوره الثانيه هم كويسين فيها فعشان كده بقول لك لازم احمد عبد القادر وقفشة يبقى لهم دور كبير في الشوط الثاني. واحد علشان يعدي واحد ضد واحد والثاني عشان يعمل الباص المباشر تقدر تجيب بيه جول. كابتن اسامه توقيت هاي الهدف فيرسيتاو فوق الممتاز فعلا. تدخل بين الغرف الملابس وانت 1-0 بدل 0-0 1-0 ليك في اخر دقيقه اكيد المعنويات مرتفعه. هتبتدي الشوط الثاني بمعنويات مرتفعه. الشوط الثاني خلينا نقرا السيناريو بقى. الشوط الثاني الوداد هيلعب بنفس الشكل مش هيغير. في مدرب يقول لك طب اجازف واعوض وممكن اجيب هدف. لا هو نفس لا. الدفاع وممكن تلاقي كمان يعني استماته اكتر في النواحي الدفاعيه للوداد. خطوره الوداد يا كابتن ايمن زي ما قلنا في الكرات الثابته لعيبه الاهلي لازم تقلل الفاولات اللي خارج ال 18. شفنا الكره اللي اتصدى ليها مصطفى شوبير ببراعه كانت كره ثابته. التايمنج بتاع ياسر ابراهيم وبتاع عبد المنعم الاثنين طلعوا مع بعض. صحيح. لازم واحد بيطلع والثاني تحتيه وكان لازم علي معلول يضم بسرعه ومران عطيه ينزل. هو ده التمركز الصح. كرات الركنيات هم دايما يعني عندهم الاطوال علشان كده نقلل الكرات الثابته. الشوط الثاني النادي الاهلي يدخل بنفس الريتم ونفس الاداء اللي بدا بيه الشوط الاولاني. السرعه في الاداء ما استناش لما يجي لي فاول في نص الملعب لعيبه الوداد ترجع وتتمركز وتقف صح. لا ممكن العب واتحرك بسرعه. الاطراف النهارده حسين الشحات وبيرسي تاو هم دول ان شاء الله مكسبنا. الامر الاخير اللي يعمل لنا زياده قدام لما مروان عطيه يعني في نص الملعب ديانج على نفس الخط وحمدي فتحي نفس الخط. لازم واحد من الاثنين لازم يزق قدام جنب كهربا. بس لازم كهربا برضو متواجد اكتر خارج ال 18. احنا كنا بنتكلم على النقطه كهربا لازم يفضل. خلي بالك كهربا اي كره هيستلمها من مروان عطيه او من ديانج في عمق الملعب ويستلم هياخد فاول. ان عندك اندفاع من فرحان وزولا الاثنين باي ترقيص اي كره ممكن تاخد ركله الجزاء ممكن تاخد فاول على ال 18 يبقى خطر ليك. بس انا اتمنى حمدي فتحي هو اللي بيزيد. ديانج هو اللي بيقف علشان المرتدات على النادي الاهلي. هو اللي ليه سرعه الارتداد بسرعه لكن حمدي فتحي عاوز يدوس شويه في ال 18. هو ده اللي هيعمل خطوره على فريق الوداد. اخر حاجه احنا 1-0 المباراه لسه ما انتهتش عندك 45 دقيقه تانيين لازم نركز في النواحي الدفاعيه. صحيح. عبد المنعم ياسر ابراهيم مروان عطيه مصطفى شوبير لازم تركيز 100%. مظبوط. النتيجه لو خرجت 1-0
2-0 3-0 افضل ما يكون النتيجه اهداف جول من الوداد. صحيح. اتمنى تعزيز الهدف ان شاء الله للنادي الاهلي الشوط الثاني. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم بعد نهايه احداث المباراه، انتظرونا.